مساء الخير على كل حضراتكم، معكم في هنا مسبيرو، نتكلم عن كل ما يحدث على أرض مصر وما يحدث أيضا في العالم. وزي ما حضراتكم شايفين أن احنا يد تبني ويد تحمل السلاح، وربنا يحفظ مصر جميعا ويحفظنا جميعا من كل سوء. قبل بس ما نبدأ في موضوع حلقتنا النهاردة، احنا في الصمت الانتخابي، ولكن احنا بنؤكد على المشاركة. انزل انتخب، شارك، انزلي انتخبي، شاركي، أيا كان من تختار، ولكن انزل، لأن هذه الانتخابات هي انتخابات مهمة جدا، الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ونزولنا هو نزول مهم جدا، هو في يعني في الأول أو في يعني في البداية هو مهم لينا احنا شخصيا، ثم انه رسالة للعالم أجمع. هدخل في موضوع حلقتي النهاردة، وهنتكلم عن التطوير اللي حدث فيه خلال السنوات الماضية وإنجازات الدولة المصرية في قطاع النقل البحري والموانئ. الحقيقة حصل إنجازات كتيرة ومهمة جدا على أرض الواقع، هنتكلم عنها أكتر وبالتفصيل مع ضيفنا اللي مشرفنا منورنا النهاردة، دكتور محي الدين محمد السايح، عميد كلية النقل البحري وتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك، أهلا بحضرتك، نورنا ومشرفنا النهاردة. أشكرك جدا، شكر. ونتكلم عن قطاع النقل البحري والموانئ المصرية. الحقيقة أنه هذا القطاع على مدار السنوات الماضية حدث فيه إنجازات وطفرة كبيرة جدا، نحب نستعرض مع حضرتك هذه الإنجازات. يعني بداية أشكر حضرتك على الدعوة الكريمة، وأشكر يعني أسرة برنامج هنا مسبيرو وأسرة القناة الثانية، وبيشرفني دائما التواجد مع حضراتكم في كل ما هو جديد في قطاع النقل البحري ومنظومة النقل البحري في يعني مصرنا الحبيبة. خلينا نقول إن إحنا زي ما كنا دائما بنتكلم على النقل البحري، فبنقول النقل البحري هو منظومة خدمية. إحنا بنحتاج النقل البحري لخدمة التجارة الدولية. وده الأساس اللي احنا بنشتغل عليه كدولة مصرية لها موقع استراتيجي بيربط ما بين تجارة الشرق والغرب، والتجارة لو احنا بنتكلم على التجارة العالمية، وبيربط كمان التجارة الإقليمية سواء كان في منطقة البحر المتوسط أو البحر الأحمر، والتجارة البينية لدول أفريقيا. يمكن التطور اللي حصل في قطاعنا البحري في مصر في الفترة الأخيرة، ويمكن على مدى يعني العشر سنوات الماضية، تطور لم تشهده مصر منذ سنوات طويلة، نتيجة رؤية الدولة المصرية في أهمية هذا القطاع الحيوي لمردوده لتفعيل دور مصر في خدمة التجارة الدولية، لوجود طبعا الممر الأهم على مستوى العالم، الممر الملاحي الأهم وهو قناة السويس، ووجود موقع مصر الاستراتيجي داخل المنظومة الدولية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية الخاصة بحركة التجارة العالمية. طبعا الرؤية دي طلع منها يعني أهم خطة تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت، وهي خطة استراتيجية لتطوير المواني. ويمكن لأول مرة من فترة طويلة جدا أن يكون عندنا خطة استراتيجية متكاملة بتحقق الاستفادة الكبرى يعني المثلى والاستفادة الكبرى من كل إمكانيات المواني المصرية مع بعض، مش كل ميناء لوحدها، وكمان بتحقق أقصى استفادة ممكنة من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة. طبعا ده يعني كان موجود في رؤية مصر 2030، وجزء مهم جدا في عملية التطور الاقتصادي. ليه ده؟ لأن النقل البحري بيعتبر من أعمدة الاقتصاد وأحد مصادر الدخل القومي لدولة زي مصر، بتملك أكثر من 2000 كيلومتر من السواحل سواء كان في منطقة البحر الأحمر أو منطقة البحر المتوسط، وهم ممرين للتجارة العالمية مهمين جدا، والتجارة الإقليمية أيضا طبعا. يعني فلو حبينا نتكلم بسرعة عن ما تم مثلا من إنجازات، أحب أقول للمشاهدين إن إحنا لما بنتكلم على قطاع النقل البحري والمجال البحري، إحنا بنتكلم على أربع قطاعات أساسية بنتكلم على الأسطول التجاري البحري المصري من أعداد سفن وحمولات، بنتكلم على إحنا عندنا أسطول مهم جدا تجاري، يمكن كنت بتكلم مع حضرتك قبل الحلقة عن هذا الموضوع. أكيد عندنا مجموعة المواني البحرية الموجودة في على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، عندنا مجموعة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وعندنا طبعا الممر الملاحي لقناة السويس. أهم ما يميز الخطة الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع في مصر، وخصوصا قطاع المواني والموانئ الجافة وكذلك منظومة قناة السويس، أنه هو
وضع في اعتباره مش بس تطوير البنية الأساسية والبنية الفوقية لهذه المناطق سواء كانت موانئ بحرية أو موانئ جافة أو حتى المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، ولكن كمان وحط اعتباره كمركز مصر كمحور من محاور المنظومة اللوجستية. وبالتالي احنا اهتمينا بالطرق واهتمينا بالكباري، اهتمينا بالسكة الحديد، اهتمينا بالمحاور الرئيسية داخل الدولة اللي تسهل حركة التجارة الداخلية ما بين الموانئ وما بين أماكن الإنتاج وأماكن التوزيع والتخزين. طب اسمح لي هنا يا دكتور بس نتوقف عن النقطة برضو ونشرح أكثر للسادة المشاهدين. يعني احنا طبعا قناة السويس موجودة يعني منذ تم حفرها، وهي شريان مهم جدا للملاحة العالمية وشريان يربط التجارة العالمية، ولكن فكرة الخدمات اللوجستية اللي بتقدم للسفن اللي بتمر من وإلى، وفكرة طبعا قناة السويس الجديدة اللي هي أضافت أو يعني أثرت المدة الزمنية لعبور القناة. صحيح. عايزين نشرح أهمية ده في تطوير هذا المجرى الملاحي المهم جدا اللي هو شريان التجارة في العالم كله، وأيضا فكرة أنها يعني قناة السويس طبعا وموقع مصر زي ما حضرتك قلت الاستراتيجي بيربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وهو ده قلب التجارة في العالم يعني. صحيح. طيب سؤال حضرتك مهم جدا فيما يتعلق بقناة السويس، وواضح ان حضرتك عايز تبتدي بيها وده اهم، لان طبعا دي يعني كل مصري بيفخر بوجود قناة السويس على ارض مصر. لما الدولة المصرية بالرؤية الثاقبة اللي حدثت من اكثر من 10 سنين فكرت في تطوير يعني قناة السويس كممر ملاحي، احنا يعني فكروا فيه في اكتر من بعد، الممر الملاحي نفسه وبالتالي ده لحركه مرور السفن لخدمه التجاره والخدمات اللي بتقدم لهذه السفن، ثم المنطقه الاقتصاديه الخاصه بمحور قناه السويس من موانئ وموانئ جافه ومناطق صناعيه، ثم الربط ما بين هذه المناطق وباقي انحاء الدوله زي ما قلت لحضرتك من مراكز للتوزيع او مراكز للتخزين أو مراكز للتصنيع. لو جينا اتكلمنا على الجانب الملاحي فطبعا تطوير القناة سواء كان بحفر قناة السويس الجديدة اللي تم كان ليه مردود إيجابي كبير جدا على حركة التجارة الدولية، لأن قناة السويس مش بس بتربط ما بين تجارة الشرق والغرب وهي التجارة الأهم الخاصة بنقل كل ما هو منتج، ولكن كمان بيمر فيها نسبة كبيرة جدا من السفن الخاصة بنقل المواد الخام سواء كان الصب السائل زي البترول ومنتجاته أو الصب الجاف سواء كانت مواد غذائية أو مواد خام. ودي كانت ما كانتش بتمر في قناة السويس الرئيسية؟ لا كانت بتمر طبعا، ولكن بتمر بأعداد أقل من اللي موجود وكانت بتمر بحمولات أقل من اللي موجود. مع العلم طبعا احنا عارفين ان 12% او اكتر من حركة التجارة العالمية بتمر من خلال قناة السويس. طيب التوسعة اللي حصلت او الحفر لقناة السويس الجديدة سواء اللي تم في الفترة الماضية او اللي بيتم حاليا في الجزء الجنوبي من قناة السويس كان ايه مردوده على حركة الملاحة الدولية؟ منطقة او وقت العبور للقناة قل بنسبة 50% بدل ما يبقى 24 ساعة بقى حوالي من 11 ل 12 ساعة، منطقة أو وقت الانتظار لعبور القناة سواء كانت من قافلة الشمال أو من قافلة الجنوب انتهى تقريبا، لأن انتظار السفن بقى تقريبا أقل يعني يصل إلى حد الزيرو انتظار، وطبعا ده بيزود عدد السفن اللي بتعدي مفيش شك طبعا. عامل الأمان كسلامة الملاحة البحرية في قناة السويس طبعا تضاعفت نتيجة وجود قناة زي قناة السويس الجديدة بالتوسعات اللي حصلت سواء كان ممر ملاحي على خلى السفن تمر في اتجاهين أو حتى بالنسبة للأعماق. حمولات السفن اللي كانت موجودة زادت نتيجة زيادة الأعماق، وبالتالي لقينا أن زيادة فيها حوالي أكثر من 17% زيادة من حمولات السفن ناقلات البترول ومنتجاته زادت خلال الفترة اللي فاتت، زيادة عن 40% من أعداد سفن ناقلات الصب الجاف زادت خلال الفترة اللي فاتت، وبالتالي أصبح مرور هام لهذه السفن بدلا من الطريق البديل اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح. اسمح لي حضرتك قبل ما نستكمل هذا الموضوع المهم عندنا بس فاصل، نروح لهذا الفاصل نرجع مع حضراتكم نستكمل ما تم من إنجازات على الأرض في الفترة الماضية في قطاع النقل البحري والموانئ المصرية بعد فاصل مباشرة.
زي ما حضراتكم شايفين ان الحقيقه في انجازات كبيره تمت على الارض. الحقيقه الانجازات تمت في كل المجالات في البنيه التحتيه في مصر، ومنها طبعا زي ما قلنا الموانئ المصريه وقطاع النقل البحري بصفه عامه، ويشمل يعني مجموعه كبيره جدا. وهرجع مع ضيفنا اللي مشرفنا منورنا النهارده دكتور محي الدين، وعايزين نتكلم بقى عن اهميه تطوير المواني المصريه. يمكن حضرتك قبل الفاصل اتكلمنا عن تطوير قناه السويس وقناه السويس الجديده واهميتها، واعتقد ان احنا يمكن في واقعه طبعا شهيره جدا هي واقعة ايفر جرين، شفنا انه يعني وكانت معجزه الحقيقه اتكلموا عنها العالم كله، معجزه المصريين لما توقفت الملاحه يعني يمكن يوم او يومين ان السفن كلها وقفت. فاذا هو شريان رئيسي اساسي للتجاره في العالم كله. نرجع بقى نتكلم عن فكره المواني المصريه وتطويرها، سواء المواني يعني المواني او المواني الجاف. تمام. احنا عندنا يعني بالنسبه للمواني المصريه كان عندنا حوالي 15 ميناء بحري. طبعا المواني المصريه او المواني بصفه عامه بتصنف الى اكثر من تصنيف. يمكن التصنيف العام هو المواني التجاريه اللي بتخدم حركه التجاره سواء كان استيراد او تصدير، والمواني الصناعيه اللي هي متخصصه في نقل نوع معين من انواع البضائع اللي بيستخدم في صناعه معينه، والمواني السياحيه او المواني الترفيه. دول الثلاث انواع الاساسيه من انواع المواني اللي احنا بنشتغل عليها. هي بيدخل فيها يا فندم المواني الترفيهيه اللي هي مارينا اليخوت، مش كده؟ مارينا اليخوت جزء من المواني، ممكن تبقى لوحدها خارج الميناء تماما. حتى هذا القطاع يعني كجزء بيهم السياحه المصريه يعني انتبهت اليه الدوله من فتره طويله، واصبح الان عندنا اكثر من مشروع الدوله شغاله عليه سواء كان في منطقه قناه السويس او في البحر الاحمر. لكن خليني اقول لحضرتك تاني ونرجع للتطوير اللي حصل او التطور اللي حصل في منظومه المواني في مصر. كان عندنا لغايه 2014 عندنا حوالي 15 ميناء، حاليا اصبح عندنا حوالي 18 ميناء. ولكن هي الارقام ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها كما هي، يعني ممكن المشاهد الكريم يقول ثلاث مواني في 10 سنين يعني مش مشكله، يعني اي دوله ممكن تعمل كده. ولكن لما نيجي نبص للموضوع بشكل اكثر تفصيلا، فاحنا بنتكلم على ميناء يعني عدد ارصفه، يعني طول ارصفه، يعني اعماق، يعني حجم تداول، يعني اعداد سفن بتدخل او بتزور هذه الميناء سواء كانت لاتمام عمليه الشحن او التفريغ او الاثنين. هو اسمح لي حضرتك بس في النقطة دي عشان برضو نوضح للسادة المشاهدين أهمية المواني. يعني احنا في دول قامت اقتصادياتها على المواني أو على ميناء واحد كبير، يعني زي سنغافورة، دبي، ويعني دول أخرى كثيرة. يعني عشان كده زي ما قلت لحضرتك في البداية، النقل البحري عموما كصناعة هي أحد مصادر الدخل القومي لأي دولة بتهتم بهذه الصناعة. سنغافورة زي ما حضرتك المثال اللي حضرتك تفضلتي قلتيه، هي دولة عبارة عن ميناء بالظبط، ميناء واحد يعني فقط. قعدت فترة طويلة يعني ظلت ميناء سنغافورة هي دي الميناء رقم واحد على العالم. صحيح. يمكن كان في منافسة شرسة ما بينها وميناء بين ميناء زي ميناء شنغهاي في الصين. ولكن طبعا حجم التجارة ما بين الـ يعني او الطلب على المنتين في السوق الملاحي في منطقة الشرق الأقصى كبير جدا، بيوصل الى ارقام يعني كبيره جدا. فلما نيجي نتكلم على التطوير اللي حصل، احنا يمكن على 2014 كان عندنا طول ارصفه في المواني المصريه بيوصل الى حوالي 37 كيلومتر، النهارده احنا وصلنا لحوالي 67 كيلومتر بزياده الضعف تقريبا، يعني الضعف تقريبا. بالنسبه للاعماق احنا كنا بنتكلم في حوالي 12 متر او 15 متر لغايه سنه 2014 2015، النهارده احنا بنوصل لل 18 متر اعماق، ومن المتوقع على 2030 ان احنا نوصل ل 22 متر او 24 متر في بعض المواني المصريه، وده الرقم العالمي اللي كل المواني العالميه بتشتغل عليه. طب ايه ميزه العمق برضو توضيحا للمشاهد المصري؟ ان احنا العمق معناه احجام السفن اللي تستطيع السفينه او اللي تستطيع الميناء انها تستقبلها. فكلما زاد عمق الميناء يبقى كان هناك قدره للميناء على استقبال احجام من السفن اكبر بكثير. اللي هي ذات حمولات ضخمه او عملاقه. وبالتالي هتزيد انتاجيه هذه المواني بشكل واحد، بس في طفره كبيره جدا مع الزياده اللي انا قلت لحضرتك عليها دي.
احنا وصلنا لحوالي 283 على ما اتذكر الرقم، 283 مليون طن سنويا حجم تداول البضائع في المواني المصريه. من المتوقع ان 2030 يوصل لحوالي 400 مليون طن سنويا. بالنسبه للتبادل التجاري او حركه تجاره الحاويات، وهي الاهم بالنسبه للمواني المصريه لموقع مصر الاستراتيجي زي ما قلنا، فاحنا بنتكلم على يعني طاقه استيعابيه للمواني المصريه كانت بتوصل الى حوالي 7 مليون حاويه في العام. احنا من حاليا بنتكلم في حوالي 14 مليون حاويه، على 2030 هنوصل ل 20 مليون حاويه، بما يعادل 3 اضعاف الطاقه الاستيعابيه لتداول المواني المصريه في خلال العشر سنين اللي فاتوا. اسمح لحضرتك نتوقف عند النقطه دي ونرجع نستكمل حوارنا في هذا الموضوع المهم جدا، لكن عندنا فاصل ونرجع مع حضراتكم بعد الفاصل مباشره. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين التطوير بيحدث في مصر كلها وفي البنية التحتية كلها، ولكن النهاردة بنتكلم عن قطاع النقل البحري والمواني المصرية. وبرجع مع حضرتك دكتور محي الدين، وعايزين نستكمل الكلام اللي كنا بنقوله قبل الفاصل عن تطوير المواني المصرية وأيضا المواني الجاف. تمام. يعني زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل، احنا تضاعفت الطاقة الاستيعابية للمواني نتيجة التطوير اللي حصل سواء كان في البنية الأساسية أو البنية الفوقية والمعدات. ده أدى إلى زيادة الإنتاجية الخاصة بالمواني بصفة عامة. زيادة الإنتاجية معناه أن قدرة المواني المصرية سواء كان في منطقة البحر الأحمر أو منطقة البحر المتوسط على استقبال أعداد أكبر من السفن، استقبال أحجام أكبر من السفن، وبالتالي قدرة على تبادل تجاري أو خدمة تبادل تجاري كبير، مع اعتبار أن سواء كان في منطقة البحر الأحمر أو في منطقة البحر المتوسط، المواني المصرية ما بتخدمش حركة التجارة المصرية فقط، ولكن كمان بتخدم حركة التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وهنا بيجي دور منظومة النقل البحري في تفعيل دور الدولة المصرية في خدمة الدول الأفريقية، لأن احنا عندنا مجموعة من الدول الأفريقية بتعتبر دول حبيسة بالمصطلح البحري، يعني ليس لها سواحل أو شواطئ على البحر. وده كان برضو من رؤية الدولة المصرية من خلال الفترة اللي فاتت، انه لابد ان يكون هناك منفذ لهذه الدول على البحر من خلال المواني المصرية، سواء كان في مواني البحر المتوسط او البحر الاحمر. وده في اطار برضو تدعيم العلاقات المصريه الافريقيه الحقيقه اللي رجعت بقوه يعني مع القياده السياسيه، لانه احنا عارفين طبعا ان كان في فتره كان ساد فيها البرود ثم عادت الحمد لله العلاقات بقوه. يعني ده صحيح، وده بيدي اهميه او بيبرز قوه واهميه صناعه النقل البحري في العلاقات ما بين الدول. لان ولو جينا اتكلمنا عن الجزء الخاص بسؤال حضرتك فيما يتعلق بالمواني الجافه والمواني والمناطق اللوجستيه، فاحنا لقينا برضو في اهتمام كبير جدا من الدوله في خلال الفتره اللي فاتت. عندنا ما يزيد عن 17 ميناء جاف موزع بالقرب من المواني او بالقرب من اماكن الانتاج والتوزيع على مستوى الدوله. هذه المواني لا تخدم فقط المواني حركه التجاره الداخليه للدوله، ولكن ايضا بتخدم المنظومه اللوجستيه ما بين مصر كدوله وباقي الدول الافريقيه، الدول الحبيسه اللي احنا بنتكلم عنها. بس اسمح لي حضرتك، عايزين برضو نشرح سريعا للساده المشاهدين فكره الميناء الجاف. الميناء الجاف هو ميناء ببساطه شديده مكمل للميناء البحري. الهدف منه هو تخزين البضائع في مكان يسمح بتخزين هذه الانواع من البضائع، بدلا ليكون امتداد من المواني البحريه، نتيجه ان ممكن تكون ان الميناء البحري استوعب او وصل لاقصى طاقه استيعابيه ليه، وما ينفعش ان احنا نعمل اي نوع من الامتداد لمنطقه التخزين بهذه المينا، فبنفضل ان يكون التخزين خارج المينا فيما يسمى بالميناء الجاف. ميناء الجاف طبعا ليه معايير خاصه باختيار الموقع والجوده وده بيودينا لاتجاه اخر او لموضوع اخر يمكن محتاجين ان احنا نشير اليه يعني سريعا لو سمحتي لي. طبعا هو اهتمام الدوله المصريه بشبكه الطرق والسكة الحديد، لأن ده الشريان الأساسي لحركة التجارة داخل الدولة وما بين الدولة المصرية والموانئ وحركة التجارة الدولية. يعني هنا برضو اسمح لي حضرتك، هنا أشرت النقطة مهمة جدا وعايزين نتوقف عندها، أن فكرة منظومة الطرق اللي تمت في مصر هي مش فقط للاستخدام يعني الاستخدام المواطن العادي، ولكن أيضا لحركة التجارة
الدوليه ده اكيد. حركه التجاره سواء كانت التجاره الداخليه ما بين مدن ومواني مصر ومحافظات مثلا او ما بين لخدمه حركه التجاره كاستيراد وتصدير ما بين المواني المصريه والدول الاخرى. طب سريعا هنا احب برضو ان احنا نشير لدور مصر او لاهميه دور مصر في الوقت الازمات، يعني في وقت اندلعت فيه الحرب الروسيه الاوكرانيه، في وقت كورونا وحصل مشاكل في سلاسل الامداد، دور مصر في هذا الوقت. يمكن الـ يعني رب ضارة نافعة زي ما بنقول. يمكن الحرب الأوكرانية الروسية كان لها مردود سلبي جدا على حركة التجارة الدولية وبالتالي حركة النقل البحري خصوصا في منطقة البحر المتوسط. ويمكن يعني التطور اللي حصل في الموانئ المصرية ومنظومة النقل البحري خلال الفترة الماضية هو ده اللي أدى إلى قدرة الموانئ المصرية على استيعاب حركة التجارة واستيعاب كميات البضائع وحمولات السفن اللي موجودة حاليا، لأن بدون هذا التطوير لم نكن أن نستطيع أن نستوعب مثل هذه الحمولات ومثل هذه الأحجام من السفن لخدمة التجارة الدولية، سواء كانت التجارة الخاصة بالاستيراد والتصدير أو التجارة العابرة اللي خاصة بالمحيطات. طيب هو احنا سريعا فاضل لنا دقيقة تقريبا ووقتنا مر سريعا مع حضرتك، عايزين كلمة أخيرة حضرتك تقولها عن تطوير قطاع النقل البحري والموانئ المصرية والأسطول التجاري المصري، يمكن ما لحقناش نتكلم عنه قوي الحقيقة. يمكن برضو الدولة المصرية ماشية بخطة ثابتة جدا في عملية تطوير الأسطول التجاري، احنا يمكن لغاية سنة 2014 كنا عندنا 20 سفينة تقريبا تجارية بطاقة بحمولات تصل إلى حوالي 9 مليون طن في السنة كنقل لبعض للأنواع المختلفة من البضائع. يمكن النهاردة احنا وصلنا لحوالي 30 سفينة ومتوقع ان احنا توصل قدرة السفن على نقل البضائع إلى حوالي 20 مليون طن في السنة إلى في 2030. ده برضو بيوضح يعني أهمية هذا القطاع الحاوي كأسطول تجاري بحري لخدمة التجارة المصرية، لأن ده طبعا بيأثر على النولون وأجرة النقل خصوصا بالنسبة للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج، لما بيتم استيرادها عن طريق سفن وطنية تحمل علم الدولة تبقى تكلفة النقل أقل بكثير. فعلا بتفرق تكلفة النقل. أكيد طبعا. لأن المفروض أن شركة الملاحة بتخدم تجارة الدولة وبالتالي بتبقى أجرة النقل مختلفة عن أي أجرة أو أجرة نقل أخرى لأي مستورد أو مصدر آخر. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن سريعا احنا إن شاء الله نأمل وصلنا ل 2030 أنه يكون تم التطوير كاملا في قطاع المواني البحرية والنقل البحري. إن شاء الله أنا متفائل جدا، لأن الخطة اللي وضعتها الدولة المصرية خطة طموحة جدا، والجميل في الموضوع أن احنا ماشيين بخطة ثابتة، يعني ما تم تخطيط ليه حدث بالفعل في توقيتاته على جميع المحاور، وأصبح لمصر للموانئ المصرية والنقل البحري في مصر وجود على الخريطة الدولية والخريطة الإقليمية، وده كان عامل مهم جدا لأنه ده بيعكس قوة الدولة المصرية على مواجهة التحديات والأزمات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا النهاردة ضيفنا العزيز دكتور محي الدين محمد السايح عميد كلية النقل البحري بالأكاديمية البحرية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نورتنا وبشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. أنا متشكر يا فندم، شكرا جزيلا. ووصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، زي ما شايفين كده إنه في إنجازات تمت على الأرض وما زالت تتم في كل الأماكن، ربنا يحفظ مصر ويحمي مصر، ولكن علينا دور إحنا كمواطنين، بفكر حضراتكم ولا نمل أبدا إن إحنا نذكر حضراتكم، احنا في فترة الصمت الانتخابي، ولكن مطلوب مننا ان احنا ننزل ونشارك كلنا من اجلنا اولا ثم من اجل مصر وحماية مصر من كل المخاطر. ربنا يحفظ مصر دائما وابدا. تحيا مصر. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وتصبحوا على الف خير.